في المدارس يكون على المعلمين بذل بعض المجهود للحفاظ على النظام داخل الصفوف، لكن إلى أي مدى يمكن للمعلم التصرف مع الطلاب أو معاقبتهم إذا تخطى التلاميذ حدودهم أو إذا كان المعلم في مزاج سيء؟ هناك بعض أنواع العقاب التي تخطت حدود المعقول أيضا. الخزانة المتوحشة. معلمة ومساعدتها تعملان في حضانة بهيوستن تكساس، فقدتا وظيفتيهما لأنهما قامتا باستخدام الخزانة لحبس طفل عمره 4 سنوات، وقد أطلقت على الخزانة اسم الخزانة الوحش، وقامتا بإغلاق الباب وإطفاء الأنوار، وأخبرت الطفل بأن الوحوش سوف تأكله. حقيبة وقية المطر. طفل يدعى كريستوفر بيكر عمره 9 سنوات مصاب بمرض التوحد، تم وضعه بداخل حقيبة وقية المطر، وتم إغلاق سحاب الحقيبة على الطفل كعقاب له بسبب سوء تصرفه في الصف. عندما جاءت ساندرا بيكر والدة كريستوفر إلى المدرسة لاصطحابه إلى المنزل، أصيبت بالفزع لسماعها صوت ابنها صادرا من داخل حقيبة، بينما كان مساعد المدرس واقفا يشاهد الأمر فقط. تقدمت ساندرا إلى الشرطة المقاطعة بشكوى، وتم فتح التحقيق مع المعلم الذي حبس الطفل في الحقيبة. المعاقبة بممارسة الشذوذ الجنسي. وجد معلم في عامه الأول بالتدريس طالبين يتشاجران، وكعقاب لهما أجبرهما على الجلوس في ساحة المدرسة ممسكين بأيدي بعضهما البعض. حينها بدأ باقي الطلبة بسب الطالبين ونعتهما بالشاذين، وكان الأمر برمته مرعبا بالنسبة للطالبين. انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام الأهالي برفع دعوى من أجل فصل المعلم من المدرسة. الضرب على المؤخرة. أم لطفل في 6 من عمره في مدينة مارشال تكساس غضبت بعدما عاد ابنها من المدرسة مصابا بكدمات على مؤخرته، وقد اكتشفت أن ابنها قد تعرض للضرب من قبل معلمة بالمدرسة، فقد قامت المعلمة بضرب الفتى 10 مرات على مؤخرته، في كل مرة كان يتحدث أثناء الدرس، وفي كل مرة كانت تضاعف عدد الضربات. تناول الغداء على الأرض. في عام 2008 في مدرسة ابتدائية بنيو جيرسي غضبت مساعدة معلم تدعى تيريزا براون غضبا شديدا بسبب طلاب أوقعوا الماء على أرض الكافيتيريا، وقامت بإجبار الطلاب على تناول طعامهم على الأرض لمدة 10 أيام. قام آباء 7 من الطلبة بمقاضاة المعلمة، وقامت المدرسة بتسوية الأمر بمبلغ 500,000 دولار. كما كان هناك طلاب لم يشهدوا معركة رش المياه من الأساس، ورغم ذلك كانت تجبرهم المعلمة على تناول طعامهم على الأرض أيضا. الشعر المجدل ممنوع. في عام 2009 لم تتوقف الطفلة لاميا كامون ذات 7 أعوام عن اللعب بجدائل شعرها داخل الصف، فغضب منها المعلم ودعاها إلى الوقوف أمام زملائها في الصف، وقام بقص إحدى جدائل شعرها بالمقص الخاص به. وعندما واجهته والدتها قدم المعلم واعتذاراته، وقامت والدتها بنقلها إلى صف معلم آخر. انتهى الأمر بالمعلم بإيقافه عن العمل بدون أجر. لون الحذاء غير مناسب. تم طرد طالب في 5 من عمره من المدرسة، وتم إحضاره للمنزل بواسطة الشرطة لأن لون حذائه غير مناسب، حيث أن والديه لم يستطيع تحمل تكلفة حذاء أسود اللون، لذلك قامت والدته بتلوين حذائه ذي اللون الأحمر والأبيض باللون الأسود، ولكن اللون الأسود كان قد محي جزئيا وظهرت ألوان الحذاء الحقيقية. ولكن الغريب في الأمر هو سياسة تلك المدرسة التي تستدعي الشرطة لطالب يرتدي حذاء ملون. التفتيش العاري. في عام 2003 تم إخضاع طالبة عمرها 13 عام تدعى سافانا ريدينج للتفتيش عارية، بعدما اتهمها أحد الطلاب بحمل شرائط حبوب الأيبوبروفين الذي يعادل مفعول الحبة الواحدة منه ضعف مفعول حبة عقار الأدفيل. تم تفتيش حقيبتها المدرسية ولكنهم لم يجدوا شيئا، ومن ثم تم إرسال الطالبة إلى ممرضة المدرسة، وتم إخضاع الفتاة إلى التفتيش دون ملابس حتى من دون إخبار والديها بذلك، وفور علمهما بالأمر قام والداها بتحويل الأمر إلى القضاء. الرسم على الوجوه.
معلمة من الدرجة الرابعة تدعى سامر لارسون وجدت نفسها واقعة في مشاكل جمة بعد أن سمحت لطلاب صفها بالكتابة والرسم على وجوه زملائهم الذين فشلوا في قراءة ما طلب منهم. كان غرض المعلمة لارسون من ذلك هو تحفيز الطلاب على القراءة وتحسين مهاراتهم اللغوية، فكان إذا فشل أحد الطلاب كانت تمنعه من الخروج في فترة الراحة أو أن تسمح لزملائه بالرسم على وجهه. المعاقبة بالسجن للغياب عن المدرسة. في عام 2012 كانت هناك طالبة في السنة الثالثة الإعدادية تدعى ديان ترين. كانت طالبة متميزة ومتفوقة، تذهب إلى المدرسة يوميا وتعمل في وظيفتين كي تساعد إخوتها ماديا. أحد أشقائها كان طالبا في الجامعة وكان لها أيضا شقيق أصغر. ظروف ديان ومواعيدها جعلتها تغيب عن المدرسة لمدة 11 يوما خلال 6 أشهر، في حين أن قانون ولاية تكساس يعطي الحق للطالب في الغياب عن الدراسة لعشرة أيام فقط دون حجة أو عذر خلال فترة 6 أشهر. غياب ديان عن الدراسة لمدة 11 يوما تسبب في حبسها لمدة 24 ساعة، ويعتبر ذلك مخالفة في سجلها، وفي وقت لاحق أسقط القاضي تلك المخالفة. مسدس الفقاعات. في عام 2013 كان هناك طفلة عمرها 5 سنوات بحضانة في ولاية بنسلفانيا تم اتهامها بالإرهاب بعد أن قامت بتهديد زملائها في الفصل بمسدس كان معها. ذهب المسؤول سريعا إلى الصف ليتحقق من الأمر وقام بتفتيش حقيبتها ليجد أن ذلك المسدس ما هو إلا مسدس فقاعات الصابون. تم فصل الفتاة لمدة 10 أيام مما جعل والديها يستدعيان محاميا للذهاب للمدرسة. تم تقليص فترة فصل للفتاة من المدرسة من 10 أيام إلى يومين. المعاقبة بالفصل بسبب قصة شعر. في عام 2012 كان هناك طالب في المدرسة الإعدادية يدعى باتريك جونزاليس، تم فصله بسبب قصة شعره المرسوم عليها صورة لاعب كرة السلة المحترف مات بونر على مؤخر رأسه. قامت والدته بتغيير قصة الشعر تلك أولا داخل المدرسة، وعلى الرغم من ذلك فقد تم فصل الطالب إلى أن يقوم بحلق شعره تماما بحجة أن قصة شعره ملفتة وتعتبر بمثابة إلهاء للطلبة. ولكن عندما سمع المسؤولون بالخبر قاموا بمنحه تذاكر مجانية لحضور المباراة النهائية.